يا انا ما اعلمك انت على راسي من فوق. خليك رجال. ايه خليك رجال. الدنيا ايش الدنيا طد. الدنيا غريبة كل ما فيها غريب. ما عاد باقي لي من العام. حط نات نصب لي فنجان. صب لي يا نور عيني من الدالة. دامك انت اللي من اجلي مسويها. دلت انت اسود لالا العرب تله. حي والله الراس ابو شايب. حي وتبقى الامير. بقى 10 دقائق يبدا المستثمر بيه. وبعدها مساءات. امان مساءات نصر غامدي فيه. مساءات جميله والمستثمر جميل. ما مقعدنا هنا الا المستثمر، احنا بدون المستثمر ولا شيء. صدق لو ما في مستثمر ما قعدنا. كان ما في لانه هو 50% هنا ابراهيم. مساءات مع ابو عبد الله. الهام الكبير ابو عبد الله. سليمان الجبلان بيجي؟ لا سليمان ما ها متى يجي؟ اليوم يحط لنا العاب. اليوم سوالف اسئله. فلوس اليوم. فلوس؟ تصدقون الفلوس ما نستفيد منها؟ ليه؟ الا اذا جزت من 10 الاخيرين. تاخذ ان كاش. وش تاخذ فلوس؟ تاخذ فلوس كلها؟ لا ما فلوس اسهم ويعطي. وش تاخذ؟ فلوس. الناس اللي اشتروا عنك ولا فلوس اي، بس من عندهم هم. الفلوس هي اللي اذا جزت امس يملك تزايد بالمزاد تشري ب 2000 4000، هذه فلوس حقيقيه، اذا وصلت العشره الاخيرين ما طلعت المبلغ اللي انت جامع تاخذ كاش. يا سلام. احنا الحين نصبنا برنامج انا معي 750. كان معي 3200. انا معي 1005. الحين؟ انا معي 650 يا عزيزي. 700 ريال. بغيت اروح اخذ النسيان ثم يجيني المجرم هذا ثم ياخذه ثم اطقه يميز. كم معك انت؟ يا حلال اشيلك فوق واضربك. ما ادري كيف. من اللي ماخذ النسيان ان شاء الله 3000 اورنس. اورنس 3000 اعطوه من؟ اعطوه العطور حق العطور. شميم شميم غالي والله زين. كم البكت 490 600 انا 3000 من الجوال. الجوال مسفر مسفر. انا شاري خيط الزعفران ذا ويجي ياخذ مني. وش تاخذ؟ وش تاخذ؟ طيب بعد كم اسبوع؟ ايش تاخذ؟ تاخذ منه؟ اسبوع واحد والله. نفس اليوم؟ لا مو نفس اليوم. لا مثل اورنس مثل اللي قبله بعد. منو اخذه من؟ منو؟ اورنج دوب شراه. ليش تاخذك حلال ب 2000 مدري كم؟ منو ضارنا عند الروق؟ يا الربع اشهدوا علي يا الربع. انا بعلمك. ليش تعلمني ولا اعلمك؟ انا عرفت كلامك وانت عرفت كلامي. طق بحق. ما جاوب على حق اللي تبي انا. ما جاوب على حق اللي في الاخير. في اخر عقب ما تعدى انا الشراء. يوم جاء عندك الدور عندك قال خلاص اللي قد ما عندك ما عاد يجاوب. رح حط صدام كم؟ باقي معي 1005. مفتاح سيارة ما يصير. من طرف واحد ما يصير الا من طرف واحد. الحق من طرف واحد المعدل. يا مقدر المعدل من طرف واحد. ما جاوب اللي معه متجر. كم شراب؟ ايوه انسحب انسحب. ما انسحب بس احنا كل اسبوع صح؟ كل اسبوع سكك تراك. لانه ما معطيه ما معطيه الجهاز. كل اسبوع انت اختار كم شرد بالغرفه ولا هنا؟ وين تبي؟ كم شرد؟ انا خبر يا ولد انا ادري يا ولد. الحين المتجر قاعد مع راس 3 اسابيع. ايه؟ فاهم؟ فاهم. فكل اسبوع من هو من الرزقي ورنسخ السيد المزاد واخذه. الاسبوع الثاني اتوقع شراء، الاسبوع الثالث شراء. الحين كل اسبوع يتبرون منه. انا خبر. تبي تعطيه؟ لا. ها؟ اشوى. احسك تطفل على اشيائي. ها؟ ايه صادق. احترام لتاريخ الصداقه اللي بيننا راح. يا حلوك ابو. والله العظيم ما فرّي يجيب زي زايد سابر ولا اقصر بيكم. استحى ابو سعد. استحى والله. يقول هو يقال الحلم ولا ما يقال؟ كثرة احلامك. يقول ضمني ولا عليك من الظروف، الظروف الله يهديك. انت ما تسكت. يقول ضمني اسمع اسمع فيصل فهد خالد حمد. اه محمد يقول عبد الرحمن عبد الرحمن. يقول خلط قصيدته وصلت فيه شرط. يقول ضمني من شغف لهفه ومن قلب حار. لا رماني جليد البرد رمية عطب. ليها كسر حطب وحاول اشب نار وانت في ضمتك نار بلي حطب. اعوذ بالله. هذا المنى الراعي عبد المحسن؟ ما ندري. لا لا ما هو اخوانك؟ بالله المنى والله ما ادري المنى. والله ما شاء الله تبارك يا اخي. نفسي اشوف عبد المحسن.
انت شفت صورته اللي عارفه؟ اي والله ما شاء الله على الحصان اللي معه، على الحصان اللي فوق الحصان. انا نفسي اشوف عبد المحسن. انا بدر سوق، هذا ودي اشوفه. بدر سوق من قد شفته؟ من قد شفته؟ لد في المرايه. اخوي محمد. والله. اذا توضيت شوي لدي. زي ما عندك جوال. يا ابو صفوق ما عندي جوال. تجينا انت الربع عند المربط. لازم ايش؟ المربط. ما نهرب جوال. ترك الدوسري اتصال. غديش تطيح وتنكسر يا فهد فارع. ليه؟ شلون تطقم معي؟ مسؤولين كبر الله مسؤولين ترى بس وقت الحاجه يمشوا بسرعه. انا لا عادي ركبتي قطع بالرباط، بس لا ركضت بسرعه ولا مثلا نزلت مع الدرجه تفلت الركبه، ولا لا ضغطت عليها خلاص اخذ لي يومين تعبان. زين احمد اللي هو قطع ومنتهي لازم عمليه. والله انا كنت ايام الفصل فاسد، كنت اعطي كل واحد حبه اعوذ اذا سوى فيها ما معي الا سبع حبات ولا ثمان ام ثلاث تجيب سبع حبات باقي في جيبي، يجي يطلبني اخر شيء واعطيه حبه، اذا قال بس حبه اطشها يا خوره ما جبت، لان نفس الطعم كلها نفس الطعم. قلت شفت فصوص في فصوص في ملح في فصوص ملح هناك شنو بيضه متجر مكسرات هنا في قهوه اضبطك شندك خليك يا ولد شيك 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 عاجي اوه معجل نص معجل نص فكيتها واخذت لي شق نطتين بس انا بعطيه الربع يستاهل ها في قهوه هي تسميها شقنطه قهوه ايش يسمونها انتم؟ لا هو شقنطه القاتو من يسميها طرطه قاتو كيك وش قاتو؟ قاتو هاي قاتو كيك قاتو الصغار ذا اللي يا المسميات الغريبه انت ايش تسمونها؟ القاتو اللي بالمسمى العالي الكيكه الكبيره الكيكه ايش يسمونها؟ هذه تورته كيكه تورته احنا لا تنفخ كيكه لا تنفخ ابى انفخ انا اسميها تورته الكيكه ذي الكبيره تورته انت حط قبعه هذا البرلمان سيف هذا على راسي والله اني اذكرها قاتو النبي قاتو انا خلاص ما عاد اصادم الناس لا لا انا بعد قاتو هذا القطع الصغار لا 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 ما خوفون انا ما اخاف يا ويل امس انا ما اخاف يا ويل امس يا ابو فارع انا ما اخاف كل يدري فارع والله ما يخليك بعلمك بعلم تبين قهوه تبين اهرج 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 انا الرياجيل ما قصروا جابوا لي دوره هنا في الاعداد جابوا لي اربع دكاتره ابك خذ خذ شهادات صب لي قهوه شهادات عقلك يبطي الصغير العقل لا يبطي ما يبطي عقلك وانت تقول الرياض اكبر دوله ايش دخلك جد محمد بن سلمان الله يعزه ابو سلمان على راسي من فوق جد ال سعود انا بكيفي انت عقليتك تعبان انت ما ادري من نافخ في عقليتك ودج فيها تراب وفي ماء احجاج يعني عشان كذا انا اقول لك احشم احشم احسن لك والله يا في كلمه هنا هي بس حشمك عنها عطى ايش اقول غير بلجيكا سكو يا عم ولد عطنا حلا يا ولد انت حلا هذا لي عطني ذي 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 عطني مثل حقت عطوني خليني اذوق والله حلا غالي شنو وحدتك وحده لي غالي يا ملشح ما في الا ثنتين انت ماكل وحده عطني يا ولد بذوق جب جب تختلف تدري تختلف والله تختلف بس يلا يلا ايه نفسه خذ ذي خذ ذي بس ما حطوا ذي فوق لانه عرض والله اني صادق والله خذ ذي قلها على فيصل قسما بالله العظيم والله يا اخي ما في اعظم من الله يلا بس هم يحطون ذي عشان فوق هذه عرض فهمت يا سيف فهد انا اقول الاعداد فهم قبل تعلمني الاعداد ما قصر انا بعلمكم صفه الاعداد الاعداد جابوا لي دوره هنا مجانيه يس جاء الدكتور شرح لي كامل وش قال لك؟ قال يا فهد انت لازم تحتاج انك انت لازم يا فهد تحتاج اي انت تخطي خليني اسولف ابو عبد والله خطير وانت تراك مخطي شافوا لقاء زياد كامل ما دروا اني انا مشخصنه مع زياد وصرت اجاوب على كيفي انا يا فهد اجاوب على كيفي فاهم؟ ما هي اجوبه صحيحه ايوه بس برفع ضغط زياد فهمت؟ فيوم علموني بالصدق قالوا والله يا فهد انت ما انت بكذا قلت والله انك لان بيض الله وجيههم الشباب راحوا الاعداد قال هذا مو فهد اللي طالع عند زياد في احد مفلص الله يبيض وجيههم ما قصروا تستاهلون الطيب فانا اقول لك والله ما قصروا والله يبيض وجيه الاداره اللي جابت لي دورات ثلاث دورات واللي جابت لك سيف بعد في ثلاث ايام فهد ان انت تعلم هنا اكثر عن الدورات ما هم اللي يعلموك اعرف انا ماني بكامل ما عندك دوره يوكلونك بعد انا ماني بكامل الكامل وجه الله سبحانه انا اخذ واعطي واتعلم تعلم منه تعلم من الناس تعلم مني تعلم مني تعلم مني اصيب اصيب وقتي والله والله حلو حلو غالي والله انا داري يا فهد اني من اعطيتك كفه بس ما يقدر يقطع مربعه الجنه غاليه شوف فهد يتهمني اتهام اني اعطاني كفه الله يسامحك
ربعون اذا انت صادق ترى مسموح ذب اذا انت ما انت بصادق ترى مسموح كل الحلال صار على الرجال لان كذا صادق انا بغير وعي يمكن من الشوده من الشوده مقدي يمزح مقدي والله شفتوا اوقاتها خطا هي لو اني طلبت قلت تعب فيصل خذ خذ الشوده ترى فيها حشوه حلوه ها شفتوا فائده الدوره هي حشوه حلوه شباب حشوه ايش فريدي ابو نزار حشوتها حلوه لا كانت ثلاث اسمعني قال انت بعد ما عطيتك كف استويت زين انت صادق اللي يقول منو ترك مسموح والله اني امزح ما عطيتك كف منو سيف فهد شفتوا ابى اقول قرار هنا انه بنعتمده كلنا سيف فهد يحق له ما لا يحق له استاهل اي والله دقيقه ابى اكلم الموضوع اول مره ليه تقول يحق له ما يحق له غيره ليه انا احب راس قويه ما اقدر ارد عليها كلام حلو ليه تقولها ليه هل هو يتمدح انت بلاش بس الاداره عنها طيب يمكن خذوهم داخل عبد الله جابوا سحاب هيك اخر شيء كتب والله شاتي في مجروح ابو سحاب انا تعال خذ لك حله يا لحل انت غير خلها شوف تعال ابو سحاب تعال تعال الحين المستثمر متى بدا ما بدأوا يقول عشر دقائق ما جالنا عشر دقائق الضيف موجود وكذا ليزا الضيف ذبح الرشاش بقطه الضيف اي والله يا اخي عبد الله يمكنها بالاداره بس 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 اسمع مني ما لها ورقه ثانيه يا اخي يمكن اخذوها وين هات كان معك ورقه حطيتهم بالهانجر يوم كنت اسوق اول ما جيت باختباراتي خرجتهم هناك كلها هي والعطور الورقه ما صارت مسرحيه صح؟ لا ما في مسرحيه اليوم عبد الله اليوم عرض مباشر اسمع مني عبد الله اقدر والله اقدر يا عبد الله كل شيء يلقونه بالهانجر ودونه الاداره كل شيء يلقونه بالهانجر ما تتعب نفسك ولا شيء خربها ابو شوي ابو شوي طلع عن صندوق عطنا 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 ذيك الكاركترات عشان نضبطها صح اما نطلع لا ما تجي بالعكس انا اشوف بالله كل واحد يعطينا راي في حلا غالي اللي اكله والله ثم والله ثم والله الد من الد الحلا اللي اكلته شوكولاتات اقسم بالله العظيم خاصه حلا الشفايف هذا انا شو هذا شايف بقيت شيء منها يا ولد الرجال طلع يعرف يا ولد اثريك خطير يا فهد اجل حلا البراطم يا ولد حلا البراطم ها هذه بعد عيال لا تطول لها الصين يعاف الزبون ويعاف والله يا ذا الحلا لو يجي تحيي فهد لو يجي الزبون اقول ايه حلا البراطم اعوذ بالله عرفته انا عرفته عرفته الله لا يحيي يا رجل اضم من شباب انا اشهد الوقف 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 خليني خدمة الوقف هنا والله والله يا عيال اعطاني وقف والله يا عيال عبير سيف تكفيني يا عيال شوف خلاص خلاص يا شباب يوم شفت راح عبد الفريدي قلت له يا ابن عمار خمسة ادوار طايح على بيت شعبي سيف سيف صار يا عيال الدائري لا وثقن فيه ها والله يا ذي طعم دايري ما هب البراطم على قولتك شرح شرح من الدايري الثاني الدايري عانه موجود اسود يا ريقي اي والله ايش الدايري الرابع رعي الحلا ما شافه طلعك الشوقيه ولا ازبد انه عز الله انه شيء طيب وفاخر كم الكود الخصم؟ الكود دبليو 18 غالي ها كم خصمه؟ خصم 10% طال عمرك ما شاء الله كيف في مجان هذا من الخرج ايه والله؟ اي والله ابو علي براند ذا بالخرج توصيل مجاني جميع انحاء المملكه من الخرج ها توصيل مجاني جميع انحاء المملكه توصيل مجاني والله يستاهلون والله تدرون ايش ميزته يا عيال انه طازج ما هو مثل اللي في بقايل ايه؟ بساكيت هذه في كل وافي وكل من له قلب صافي هلا فيكم الزين